قبل ما اتجه لباقي ضيوفنا طبعا انا بس اسمحكم علشان محتاجين برضو يعني اكيد الكلام اللي بتسمعوه من الباشمهندس برضو هو على ارض الواقع كلام مهم وعايزين نفهم هم شايفين الوضع ازاي. كلمتني عن الفساد والفساد والكلام الفساد وصل لينا احنا كشخصين كافراد وصلني بقى ساعه حتى لما المطافي جت انها تطفي لانه طلع كلام كتير بقى قال انها اتاخرت لا ما كانتش جاهزه بالاستعدادات لا الطفايات اللي هي المواسير اللي في الشوارع او الترمبات دي تم غلقها بمعرفه البياعين حيث الكلام ده ايه؟ لا 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 غلقها البياع ما عندوش الحرفيه او الكفاءه انه يغلقها لسبب واحد لان هغلقها ليه؟ ما انا اسهل حاجه ان انا باجي جنبها وافرش على افرش فوق منها او افرش جنبها. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان التاخير اللي حصل في الاول تمام يعني جزء منه بيقع على عاتق البائع اللي موجود في الشارع والجزء الثاني بيقع على عاتق رجال الاطفاء اللي هم نطوا اللي هم عندهم دراسه تمام. للمنطقه المنطقه اللي كان فيها الحريق في شوارع بتوصل ليها في شوارع تانية ما فيهاش بياعين اساسا يعني شارع زي شارع العسيلي وحاره زي حاره العسيلي ده شارع كبير بتخش عربيات نقل كبيره يعني من السهل جدا تدخل عربيه الاطفاء وتمد الخراطيم من خلال الممر ممر 11 يوسف نجيب ده ممر العماره عندنا ونقدر نلحق الحريق ونقدر ندخل ممر 11 ممر 11 مقابل ان جغرافيه المنطقه والشوارع يعني مفترض كان يبقوا على علم بيها اكتر على علم بيها اكتر الناس اللي جايين مثلا ممكن تكونوا جايين منقولين نتيجه تغير حركات طيب. في مدرسه هم جايين بقى كانوا جاهزين بالمعدات بالميه الحرائق البتروليه ما بينفعش معاها الميه اللي هو لازم الرغوه الرغوه عشان اعزل الاكسجين عنها طيب كانوا جاهزين بده؟ لا ما كانش في طف لحد النهارده ما فيش عربيات رغوه اشتغلت بس هم استخدموا ميه برضو بدليل ان احنا كلام الميه خلصت لا احنا بنحاول ماشي ما انا قلت لحضرتك ماشي المواد البتروليه بتعمل تأين للميه يعني ايه تأين برضو عشان المستمع يفهم يعني بيفصل جزيء الميه الهيدروجين عن الاكسجين اوتوماتيك الهيدروجين ده غاز بيشتعل والاكسجين ده غاز بيساعد على الاشتعال يبقى الحريق بيزيد مش بيقل تمام طيب. لكن الرغوه او الرمله احنا بعض الحرائق كاهالي استخدموا الترمبات اللي كانت في الشارع ولا لا؟ الترمبات اللي كانت في الشارع لما هم جم ارشدناهم لاماكنها، ارشدناهم لما فضيت عربيه ميه وكان في ازمه مروريه، ازمه مروريه ان لسه البياعين ما اجلوش البضائع بتاعتهم، الباعه اللي في الشارع اللي بضاعتهم ما اتحرقتش بيبتدوا يجلوها يحبوها في شويله ويشيل ويجري طبعا فهم لسه ما اجلوهاش ففي حركه زحام واللي بتاع العربيه برضه خايف على حياه الفرد ان هو يجي يخش بغشوميه يدوس عليه هرجع لك مره ثانيه كمان